العاشر من أكتوبر من عام 2009، تصدر اسم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ضمن العشرة الأوائل في قائمة موسوعة عالمية تضم أشهر 500 شخصية قيادية مؤثرة في العالم العربي والإسلامي المعاصر، ساهمت بعطائها في مجالات السياسة والاقتصاد والتسامح بين الأديان وحوار الحضارات وشؤون الثقافة والفكر والعلوم والتكنولوجيا والإدارة والتنمية. وقد تم إشهار وتوزيع هذه الموسوعة في الندوة الدولية التي شهدتها جامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أقامتها مجموعة من الهيئات العالمية.